ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب جاي النهارده اكلمكم في فيديو مختلف، وهو تدخل كليه ايه لو جايب اقل من 70%. طبعا مبروك لكل الطلاب، وكل النتائج حلوه وكل المجهود يقدر، ومفيش كليه احسن من التانية. ووجهه نظر الناس بتشوف ان في كليات قمه وفي كليات مش قمه. طبعا ده كان زمان، ما عادش في الكلام ده دلوقتي. دكتور شبه اي حد، شبه المدرس شبه اي حد. بالعكس، في حاجات كتير المفروض نتعلمها هي اللي ماشيه الفتره دي، هي التكنولوجي والبرمجه والسوشيال ميديا والحاجات دي، هي فعلا اللي شغاله الفتره دي. يبقى مفيش حاجه في الفتره دي اسمها قمه والمفروض تخش كليه عاليه شبه ابن خالتك والجو ده. خلاص ده كان زمان وما عادش الكلام ده دلوقتي. دلوقتي في عندي كليات ممكن تدخلها وتبقى يعني بتحصل اللي جاب الكليات العاليه واللي جاب الكليات الهندسه والقمه. طيب ايه هي الكليه دي؟ كليه الاداب. كليه عندي فيها اقسام كتير جدا جدا جدا، ممكن تشتغل فيها حاجات متعددة جدا ومختلفة. بيطلع منها مترجمين، بيطلع منها مدرسين، بيطلع منها مهندسين. ايوة مهندسين من اداب. طب ازاي يعني مهندسين من اداب؟ من قسم الجغرافيا بنخش قسم مساحة في جغرافيا. هو قسم المساحة ده بيبقى قسم خاص، ولكن هو بعد كده بتعمل معادلة معينة لو انتوا حابين نتكلم عنها، وان انت بتحول لهندسة بس بعدين، وطبعا بتبقى مهندس منها. تمام؟ ده في قسم الجغرافيا. طبعا عندي اقسام كتير جدا، هو اللغه العربيه فرنش وانجليش، وعندي كمان قسم البوليجلوت اللغات المتعدده، وهو عباره عن 3 لغات، هو الفرنش والانجليش والالماني. كل ده ممكن تتعلمه في كليه واحده. في كمان عندي اقسام التاريخ والجغرافيا. تمام؟ كل الحاجات دي ممكن تعلمها. وفي قسم علم نفس، في اقسام كتير جدا 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 يا شباب بجد في كليه الاداب. لازم تبحثوا عنها اكتر وتعرفوا انتوا حابين ايه. بلاش فكره ان انتوا مثلا عايزين تبقوا شبه حد، او انتوا جايبين مجموع عالي فمستخسرين ان انتوا تخشوا كليه معينه. بالعكس، هي دلوقتي مش بالكليه خالص، هي دلوقتي بالمجهود وكل انسان ومجهوده. يعني انت لو دخلت كليه ايه لازم تبذل فيها مجهود كبير جدا. مفيش كليه صعبه وكليه سهله. في انسان عمل حاجه كويسه او حقق حاجه، وفي انسان لا. يعني ممكن تلاقي انسان في اداب وحقق حاجات كتير وعمل حاجات كتير، وانسان في طب وهو فاشل جدا وبيشيل مواد. فانت مش فكره ان انت تخش كليه ايه قد ما فكره ان انت هتتعب على نفسك وتجتهد قد ايه وتحاول تطور من نفسك على قد ما تقدر. الكليه مش مقياس لحد. الكليه مش عمرها ما كانت مقياس ان حد ناجح او حد فاشل. انتوا بعدين انتوا بس عشان لسه مخلصين ثانويه عامه، وكل المدرسين بقى تخش يا باشمهندس يا دكتور والجو ده. بس بعدين هتكتشف ان انت بعدين هتروح الجامعه هتلاقي ان كل الناس زي بعضها. مفيش مثلا حد مكتوب على ظهره دكتور معرفش، مفيش الكلام ده يا شباب. كل الناس شبه بعضها، مفيش عنصريه في الحته دي. مفيش حد بيبص لحد اللي هو ايه، انا انت في اداب وانا في هندسه، يعني ما ينفعش. مفيش الكلام ده يا شباب بجد. الكلام ده في ثانويه عامه احنا بنبقى شايفينه حاجه كبيره، اللي هو اخش طب وهندسه بس بعدين هتكتشف انه لا، عادي. بالعكس، يعني احيانا الواحد بيكون عايز يخش طب وكده، وبعدين لما مثلا دخل كليه تانية بيشوف بتوع الطب دول متبهدلين جدا. لا الحمد لله، انا ربنا كتب لي الافضل ليا اكيد، وانا هبذل مجهودي في الشيء ده. فمش لازم ان انا ابص لغيري، ومش لازم ان انا اشوف حاجه معينه هي الكويسه. بالعكس، في حاجات كتير جدا قدامي، في كليات كتير جدا ممكن استخدمها بشكل افضل. تمام؟ التعلم الذاتي هو اللي بيبني النفس، يعني هو اللي هيبنيك. مفيش كليه هتبنيك. طبعا كليه الاداب دي انا كنت فاكراها في الاول ان يعني هو تعلم بقى ايه، داخله قسم انجليش واتعلم اللغه وابقى بيرفكت فيها وما اعرفش ايه. لقيت غير كده تماما. لقيت ان هي اصلا عباره عن ادب، عباره عن علماء ادباء وحاجات نحفظها. فهي كانت عباره عن حفظ، ما كانتش عباره عن ان انا بتعلم اللغه. طيب يعني انا كنت داخله اصلا بفكره، والفكره اتغيرت لما دخلت. فعشان كده انت لازم قبل ما تدخل الكليه تدرس كويس انت هتدخل ايه، تبقى عارف كويس انت داخل على ايه، وهتعمل حسابك انت يعني هتدرس ازاي. الكليه دي اصلا نظري ولا علمي ولا ايه، لان بتفرق طبعا كتير. في بالنسبه للاغتراب، طبعا في مثلا انت جالك كليه بمجموعك ومغترب. طيب اسال نفسك الاول، هو انا قد مصاريف الاغتراب؟ هل انا قد اصلا ان انا اقعد في مكان لوحدي مش مع اهلي؟ طبعا كل ده بيأثر علينا بعدين. احنا بتهيألنا ان احنا خلاص بقى، انا جبت طب في سينا في اخر الدنيا، مش فارق معاك بقى ورايح بقلب جامد. بس بعدين هتلاقي نفسك نفسيتك متدمرة، ما انتش قد ان انت تقعد بعيد عن اهلك، ما انتش قد الاغتراب. فبلاش، فخلينا دايما نشوف الافضل لينا بعدين، ما نفكرش بشكل يعني قريب قوي
لا نبص النظرة بعدين، هو فعلا انا هبقى مبسوط في الشيء ده، فعلا انا هشتغل شغلانة كويسة جدا في الشيء ده. مفيش طبعا تقليل من اي كلية، بالعكس كل الكليات قمة، كل الناس قمة، كل الناس اللي بتبذل مجهود هي ناس تحترم وناس كلها يعني احسن حاجة. يبقى مفيش حاجة اسمها ان انا خلاص جبت مجموع عالي فانا لازم اخش كلية عالية، مفيش حاجة انا جبت مجموع قليل فانا خلاص بقى انا انسان فاشل، مفيش كده ولا في كده. يعني انت مش عشان جبت مجموع عالي في الثانوية العامة فانت كده خلاص بقى مفيش منك، لا في احسن منك لسه. انت ممكن تبذل مجهود اكتر بكتير بعدين، وممكن تقف على كده وخلاص بقى انتهيت. يعني في ناس بتكتفي بنجاحها في ده، في ناس بتكمل بتبقى دكاترة ناجحة جدا طبعا. يبقى انت مش باسم الكلية بتاعتك بس، انت بالمجهود اللي انت بتبذله على نفسك. تمام، في كليات كتير جدا جدا ممكن تخشها وتطلع منها مهندس شبه فنون تطبيقية وفنون جميلة، وزي ما قلت لك الاداب في قسم جغرافيا ممكن يدخلك بعدين هندسة او في هندسة المساحة. كل ده يا شباب، يعني برضو كلية الزراعة ممكن بعدين بتعمل بتاع دبلومة كده او حاجة وبتدخلك قسم تغذية، والزراعة فيها قسم تغذية هو قسم خاص تمام بفلوس بس بيخليك دكتور تغذية بعدين، وفيها قسم تحاليل برضو ممكن تبقى دكتور تحاليل بعدين. يبقى زيك زي اللي دخل طب، مفيش تقليل من اي حد بل بالعكس، انت ممكن تبذل مجهود اكتر جدا في زراعة عشان توصل لهدفك ده، وان انت تبقى دكتور كويس جدا. وفي الاخر انتوا الاتنين هتبقوا دكاترة ومفيش حد هيقارن ما بينكم، مفيش حاجة انت جاي من زراعة وانت جاي من طب، مفيش الكلام ده. اتعب على نفسك واشتغل على نفسك كويس، وخليك قد المسؤولية دايما في المكان اللي ربنا حطك فيه، ودايما قول الحمد لله على اي حاجة بتحصل لك، وخليك قد المسؤولية اللي ربنا حطك فيها واعمل اللي عليك وبس، والباقي كله طبعا على ربنا. وبالتوفيق يا رب. لو عايزين تسألوا في اي كلية اكتبوا لي في الكومنتس، ممكن نعمل عليها سلسلة فيديوهات ونتكلم عن كل كلية في فيديو لوحده. وبالتوفيق يا رب. لو محتاجين اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات، متنساش نعمل لايك وسبسكرايب، وبالتوفيق يا رب.